تتكئ على خاصرة قاسيون ويخترقها نهر بردة وتحيط الغوطة بها من جميع أطرافها. يزيد عمرها على 10,000 عام. تعاقبت عليها الحضارات والدول من الآرامية والآشورية إلى الأنتيكية والهكسوس والرومان، ومن ثم الأموية والعباسية إلى العثمانية. دمشق لؤلؤة الشرق وأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ. يعود تاريخ دمشق إلى 9,000 سنة قبل الميلاد حسب ما دلت الحفريات في منطقة تل الرماد، بينما يرجح المؤرخون أن تاريخ المدينة يعود إلى ما قبل 1007 قبل الميلاد، ما يجعلها من أقدم المدن وأقدم عاصمة على مر التاريخ. وتختلف الروايات حول اسمها، حيث ذكرت في رقوم إبلة باسم دمسكي، وأطلق عليها الآشوريون اسم دمشق. أما عن معناه فهنالك عدة معان، من بينها الأرض العامرة والسهلة، وقيل الأرض المستقيمة وافرة المياه. وفي حقبة ما بعد الفتح الإسلامي عرفت دمشق بالكثير من الأسماء، من أبرزها الجلق وحصن الشام وذات العماد والفيحاء ودمشق الشام، تميزاً لها عن غرناطة التي كان يطلق عليها اسم دمشق العرب. تميزت دمشق في العصور القديمة باشتهارها كمدينة تجارية تقصدها القوافل للتجارة والتبضع، فهي إحدى محطات طريق الحرير وطريق البحر وموكب الحج الشامي والقوافل المتجهة إلى فارس وآسيا الصغرى ومصر والجزيرة العربية. خلال العصر الأموي اتخذها الأمويون عاصمة لدولتهم، وكانت ذات أهمية بالغة للدولة العباسية والعثمانية. فدمشق جمعت بين العلم والثقافة والأدب، إلى جانب كونها مدينة تجارية، ما أسهم بإعطائها دوراً بارزاً عبر التاريخ. سنة 1918 وقبيل سقوط الدولة العثمانية، أعلنت دمشق عاصمة للحكومة العربية برئاسة الملك فيصل الأول، إلا أنها بعد عامين من ذلك التاريخ، وتحديداً سنة 1920، رزحت تحت الاحتلال الفرنسي حتى استقلالها سنة 1946. عقب الاستقلال دخلت دمشق في دوامة صراعات سياسية وانقلابات عسكرية، إلا أن ذلك لم يلغي وجهها الثقافي والأدبي، فقد شهدت تطوراً عمرانياً وثقافياً أكسبها لقب لؤلؤة الشرق. سنة 1979 سجلت على قائمة التراث العالمي، لتكون سنة 2008 عاصمة للثقافة العربية. في المدينة القديمة التي يطلق عليها اسم دمشق القديمة، التي تمتاز بأبنياتها وشوارعها الضيقة ومقاهيها العريقة وبيوتها الدمشقية التي باتت تعرف بالبيوت العربية، ومن أشهر معالمها أبوابها السبعة الشهيرة وأحياؤها التي تحمل الأصالة في أسمائها، بداية من حي الميدان إلى القيمرية والصالحية والقنوات والساروجة، انتهاءً بجامعها الأموي والكنيسة المريمية وقصر العظم وقلعة صلاح الدين والبيمارستان النوري والمكتبة الظاهرية، إلى جانب المتاحف والأسواق كالحميدية ومدحت باشا والبزورية وسوق العطارين والحريقة وغيرها. تلك الأسواق والأحياء والمعالم التاريخية التي تركها عظماء مروا على تاريخ المدينة تجتمع كمقطوعات موسيقية لتشكل سيمفونية عريقة يزيد عمرها على 10,000 عام، يطلق عليها اسم دمشق.